ولمناقشة ملف الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق ومساعي أحزاب السلطة لإعادة تدوير نفسها من خلال قانون الانتخابات الجديد، ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي حامد الصراف. أهلا بك معنا أستاذ حامد. أهلا وسهلا. أهلا بك. كما ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة مالمو السويدية عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي. أهلا بك معنا أستاذ لبيد. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. أهلا بك. لعلي أبدأ معك أستاذ حامد، يعني ما هي الاختلافات المهمة بين قانون الانتخابات القديم والقانون الجديد الذي أقر بعد ثورة تشرين؟ بالبداية شكرا جزيلا على الاستضافة. الرحمة والخلود لشهداء ثورة تشرين الخالدة والشفاء العاجل للجرحى والمصابين والمعاقين والعودة سالمين لكل المختطفين والمغيبين. المجد للثورة والنصر المؤزر لشعبنا الأبي. الحقيقة لا يوجد خلاف كبير بموجب التعديلات التي أجريت باتفاق الكتل المتحاصصة، رغم أنه هناك ضغوط كانت من قبل ثورة تشرين على ضرورة أن يعدل هذا القانون بما يستجيب لمتطلبات الواقع المستجد بعد الثورة، لكنه الكتل مثل ما نعرف أنه بقت محاصصتها باستثناء مسألة الدوائر المتعددة والأقضية والمحافظات. يعني شفنا أنه المحافظات كانت هي الوحدة الكبرى بالنسبة للتوزيع الدوائر، أصبحت الآن على مستوى الأقضية. الأقضية إذا كان هناك 100,000 من سكانها أو أكثر يعتبر وحدة يعني انتخابية، لكنه في الحقيقة إذا كانت أقل تدمج هذه الأقضية إلى أن تصل من 100,000 وما فوق. هذه الحقيقة ضيعت بعض الأمور، بحيث أنه المرشح رغم وجود قلة من المرشحين المستقلين اللي لهم فرص حقيقية بالفوز، لكنه بقى نفوذ الكتل والأحزاب والميليشيات ويعني المال السياسي ومافيات يعني الفساد المهيمنة على الساحة العراقية وعلى مفاصل الاقتصاد العراقي والإعلام وغيرها، الحقيقة بقت هي متنفذة. لذلك حتى رئيس الجمهورية لما وقع على هذا القانون قال أنا وقعت على القانون على مضض، يعني ما كان راضي، لكن يعني الاستجابة كانت محدودة على أنه هذا التعديل بسيط، ولكن المستفيد الأكبر منه يبقى هي الكتل، يعني حيتان الفساد الذين حتى وإن لم يرشحوا باعتبار أنه الوحدة أو يعني احنا نسميها الدائرة الانتخابية أصبحت ليست محافظة وإنما قضاء، يعني جعل الأمور تحت الهيمنة تحت سيطرة هذه الحيتان بإدارة محكمة من أجل أنه البقاء يعني أبرز على رأس السلطة. أبرز التعديلات التي كان يطالب بها الشارع العراقي من خلال ثورة تشرين، ما هي هذه التعديلات على قانون الانتخاب؟ الحقيقة هو ليس فقط قانون، القانون هو أولا يكون هناك انتخابات بها تكافؤ فرص، هناك يكون إلغاء للميليشيات، يعني مصادرة السلاح، يعني حصر السلاح بيد المؤسسات العسكرية يعني الدولة، ثم يعني مثل ما قلت التكافؤ الفرص، ثم الأمان اللي موجود، ثم العدالة بالتوزيع الدوائر وإتاحة الفرصة لكل المرشحين. احنا شفنا على العكس من ذلك انه تم اغتيال عدد من المرشحين المستقلين من التشرينيين بالذات من الناشطين المدنيين. النقاط الأخرى المهمة الجوهرية الحقيقة اللي هي كانت يعني ليس الحد فقط من المال السياسي، وإنما تقديم الدعم للمرشحين المستقلين على قدم المساواة مع الكتل الأخرى. زائدا هناك أيضا قانون لم يؤخذ بنظر الاعتبار على الأطلاق، هو قانون الأحزاب. الأحزاب هذا القانون وحده كان ممكن يحد من نشاط وتمويل هذه الأحزاب التي على الحكومة وعلى المفوضية أن تسأل هذه الأحزاب من أين لك هذا، من أين جاءت بالأموال هذه الأحزاب الحقيقة. أولا يجب أن لا تمتلك ميليشيات وأذرع مسلحة، يجب أن لا تتدخل بالجانب العسكري والأمني، يجب أن يكون لا يكون عندها ميليشيات مثل ما ذكرت، ويجب أن تعرف مصادر المال
السياسي الذي نعم. استحوذت عليه. نعم، أتوجه بالسؤال هنا للسيد اللبيد، يعني قوى السلطة تتحدث عن مزايا عديدة في قانون الانتخابات الجديد، منها ميزة الترشح الفردي الذي يمنع ذهاب الأصوات إلى رؤساء الكتل البرلمانية. السؤال هنا، هل فعلا هذه تعد ميزة؟ وإن كانت كذلك فعلا، فما هو تأثيرها الإيجابي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، في ظاهر الأمر تظهر أنه هذه تبدو أن هذه ميزة إيجابية في التعديلات التي طرأت على قانون الانتخابات، لكن إذا درسنا المشهد بأكمله نلاحظ أن هذه الميزة بالحقيقة تحولت من ميزة لصالح المرشحين المستقلين أو مرشحي انتفاضة تشرين المفترضين، يعني تحولت إلى ميزة لصالح شيوخ العشائر ورجال الدين ذوي النفوذ في المناطق النائية، لا سيما في النواحي والأقضية، أقضية المحافظات. كيف هذا؟ لأن الأجواء الإرهابية التي سادت المشهد بعد انتفاضة تشرين أو أثناء انتفاضة تشرين وعمليات الاغتيال التي راح ضحيتها أكثر من 600 ناشط وهناك آلاف المغيبين وآلاف الجرحى أيضا، هذه وبالإضافة للأجواء التي سبقت أو أعقبت إصدار هذا القانون، تغيير القانون نتيجة ضغط الشارع العراقي، دفعت بكثير من الناشطين والمستقلين الذين كان مؤمل أن يحصلوا على هذه المزايا التي تم ذكرها، هؤلاء دفعت بهم إلى مغادرة بغداد والتوجه إلى بغداد والمحافظة والتوجه إلى الشمال، حيث هناك يكونون في مأمن، أو قسم منهم بغادروا العراق نهائيا، يعني خوفا من الملاحقة وخوفا من إرهاب الميليشيات، يعني وفرق الموت وفرق الاغتيال. لذلك أصبحت الساحة حاليا تقريبا خالية من وجود أي ناشطين أو مستقلين يمكن أن يؤمل عليهم، أن يراهن عليهم بأن يحدثوا تغييرا وإن كان طفيفا في داخل البرلمان. لذلك فهذه الميزة في الظاهر موجودة، نعم التعديلات التي طرأت على القانون يعني حولت العراق من دائرة انتخابية واحدة حولته إلى 83 دائرة انتخابية، وإن كان هذا العدد بالحقيقة خالي من أي منطق جغرافي، يعني لم يعتمد على المطالب التي ضغطت بها انتفاضة تشرين، وكانوا يطالبون الشارع العراقي كان يطالب بأن يكون هناك دائرة انتخابية لكل مقعد في البرلمان، يعني نحو 330 دائرة انتخابية تم تقليصها إلى 83 على حسبت على أساس كوت النساء، وهذا غير خالي من أي منطق نعم. أي منطق جغرافي أو علمي. نعم سيد لبيد، يعني واقع الحال يشير إلى أن حصص الأحزاب الكبيرة لن تتأثر بهذه الفقرة فعليا، ما رأيك؟ هل يعني هل هذا صحيح؟ لن تتأثر بشكل ملحوظ، يعني الكتل السياسية أو الأحزاب السياسية بخلاف ما طالبت به انتفاضة تشرين، نعلم بأن القانون سنة على أساس هكذا، يعني زعم به أنه المتظاهرون طالبوا بسن قانون عادل للانتخابات يخفف من احتكار الأحزاب التقليدية المشاركة في السلطة، يقلل من احتكارها للمقاعد النيابية ويسمح بدخول المستقلين. أنا أعتقد بأن هناك ستكون هناك فرصة وإن كانت يعني محدودة للمستقلين بدخول البرلمان، لكن هذا لن يغير من خارطة التحالفات التي ستعقب العملية الانتخابية، لأن الأحزاب التقليدية ستتقاسم، ستقوم بتوافق فيما بينها، ولن يكون هناك أي دور يذكر للوجوه الجديدة التي تدخل الانتخابات. من بين الوجوه الجديدة أو من أبرز الوجوه الجديدة التي ستدخل البرلمان هي كما نوهت سابقا شيوخ العشائر والوجهة ذوي النفوذ في بعض النواحي والأقضية والمناطق النائية، هؤلاء سيفوزون على القادة السياسيين المحليين في هذه النواحي وهذه الأقضية. لكن ما دور هؤلاء الشيوخ ورجال الدين؟ هم بالحقيقة كانوا في السابق في الانتخابات السابقة لعبوا دورا رافعا لهذه الأحزاب، فهم
يعني هم تابعونا يعني من الناحيه، وان كانوا ليس انتماء يعني حزبيا، من ناحيه الانتماء، من ناحيه الانتماء الحزبي ليسوا تابعين لهذه الاحزاب، لكنهم هم بالحقيقه كانوا من بين المؤيدين ومن بين الذين رفعوا هذه الاحزاب وساعدوها على الفوز في الانتخابات السابقه. هؤلاء يعني سيقومون بنفس الدور، يعني لن يكون اي له اي دور مختلف، اي لن يغيروا في مسار العمليه السياسيه التي ستعقب الانتخابات، لن يكون لهم اي دور في تغيير المشهد السياسي العراقي. نعم وصلت الفكره. السيد حامد، يعني اذا اردنا ايضا مناقشه جوانب هذا القانون الجديد، هناك فقره تتحدث عن ضرورة إعلان نتائج الانتخابات خلال بعد 24 ساعة من الانتهاء من عملية الاقتراع. السؤال هنا، هل العراق يمتلك فعلا هذه الإمكانات لإعلان النتائج بهذه السرعة؟ في الحقيقة يعني جواب بالنفي طبعا، لأنه لا يمكن أن أولا تطمئن إلى أنه فعلا كل المعطيات والإحصاءات اللي تجمع خلال، يعني أنا أعتقد أكثر من 80,000 مركز اقتراع موجودة على عموم العراق، فلذلك لما تجمع مو فقط على الدوائر اللي هي أعتقد 83 دائرة، وإنما أن تدخل بالحاسوب بطريقة يعني الإحصاء الطريقة الرقمية ويصير تلاعب. يعني هو شوف القضية باختصار شديد، هذه الانتخابات سوف لن تختلف عن الانتخابات السابقة إلا شكلياً. أنا أقولها لأنه إذا كانت إلكترونية بطاقة الانتخاب أو بايومترية، فالتلاعب ممكن أن يجري في كل الأحوال، يعني هي مجرد أرقام وشفرات والكودة، ويمكن أنه أي فريق يدخل على الحاسوب على أجهزة يعني جمع الأرقام ممكن التلاعب بها. وأنا الحقيقة ما أستبعد نهائيا أن تكون هناك أيضا إعدادات كاملة للقوائم، وليمكن أن يكون للمنتخبين من المرشحين اللي مسبقا أكو استعداد. هاي تقريبا اعتدنا عليها في الانتخابات الماضية واللي أسبق من عدها، أن هناك اتفاق إقليمي دولي على حتى المرشحين من يكون يمثل هذه الكتلة أو تلك. فهم يعني هذه الانتخابات الحقيقة الهدف من عدها أولا هو يعني رمي طوق النجاة لهذه الطبقة السياسية الفاسدة والنظام المحاصص المقيتة الذي هيمن على رقاب العراقيين يعني منذ يعني 17 سنة. لذلك أنا أستبعد التغيير يكون تغيير حقيقي يعني نوعي، فتبقى هذه قضية المحاصصة. لذلك هم حتى قضية توزيع المناصب الوزارية ومن سيشكل الوزارة دون الآخر، هذه أيضا تقريبا هناك أيضا اتفاقات بوثيقة قدمت للتيار الصدري على سبيل المثال، من أنه يعطى هذه الفرصة بتشكيل الحكومة القادمة، وتقريركم السابق أشار إلى هذه القضية. فالحقيقة هذه الأرقام والإحصاءات ومعطيات ومخرجات الانتخابات هذه قضية لا يمكن أن يعني يستغفل بها الشعب العراقي على الأطلاق. هذه التلاعب بها مهيئ من الآن، وأنا ما أستبعد على الأطلاق أنه نتائج الانتخابات معروفة مسبقا والتوزيع معروف مسبق والشعب العراقي يعرفها، لست أنا وحدي. الشعب العراقي سوف يبدأ من يوم غد بالاحتجاجات على انتخابات مزيفة مسبقا، معروفة النتائج مسبقا، لا تمثل إرادته. لذلك حتى العزوف أو الحقيقة كلمة العزوف والمقاطعة والممانعة قليلة، الرفض أصبح قضية الرفض واضحة عند العراقيين، النسبة تقريبا زادت عن 60% عدم ثقة بالنظام السياسي، 70% واضح أن هناك رفض للعملية هذه، عملية الانتخابات المزيفة المصطنعة. القادم من الأيام سوف يكشف أكثر بأنه فعلا الاحتجاجات والاعتصامات والعصيان المدني، سوف يتوج كل هذا الاحتجاج بعصيان مدني يوم الانتخابات يوم 10/10، يعني احتجاجا فعلا على كل العملية السياسية وليست الانتخابات لوحدها. لذلك لا نستبعد التزوير المسبق وفبركة الأمور، مخرجات العملية هذه من فترة من الخارج ومن الداخل، ليس فقط في داخل العراق. نعم أيضا يعني القانون الجديد عرف النازحين والمهجرين على أنهم الأشخاص المسجلون في سجلات وزارة الهجرة والمهجرين فقط،
يعني ماذا عن ملايين المهجرين من غير المسجلين، وما هي دوافع هذا التعريف برأيك؟ الحقيقة هو شوف الاستبعاد أيضا هذا مفبرك، يعني أنه الانتخابات كانت تجرى في الخارج، كانت تجرى على الانتخابات يعني الخاصة وغيرها، يعني هذه أيضا التلاعب بها أصبح واضح. هناك بعض الأحزاب كانت تحقق بعض النتائج من انتخابات الخارج، هذه ألغيت بموجب الاتفاق يعني على قانون الانتخابات المقررات المفوضية. الانتخابات حصرها في الداخل معناها أنه التلاعب بها يكون أسهل، يعني لأنه الخارج نعرف أنه بي يعني هناك 4-5 مليون عراقي تقريبا موجودين في الخارج، جائز نصهم يحق له الانتخاب أو ثلثهم، هذه الأصوات ممكن تذهب من يدهم لأنه هناك تنوع بالتواجد الخارجي. لكن اللي يحصر من الداخل هو اللي يضمن حتى ولو كانت المشاركة 20% مثل ما جرت بالانتخابات الماضية، والنتيجة أنه إذا كان هناك تقاسم 14% أن توزع على الأحزاب هذه، و6% يكون تصويت للمستقلين وللأحزاب المعارضة لهذه الكتل، يعني أحزاب صغيرة أو تشكيلات صغيرة، الحقيقة هم يريدون يوصلون إلى بقائهم بالسلطة، هذا هو هذا الهدف الجوهري بالموضوع. لذلك أنا لا يعني لا مثل ما يقول أركز على هذه التفاصيل إذا كان في الداخل أو إذا كان تصويت خاص أو غيرها، أنا أركز على النتائج المتوقعة وعلى مجمل مسيرة العمل في الانتخابات ابتداء من مما قررت المفوضية ولغاية الآن. كل الإجراءات هذه لا تعني شيء أمام تغول الميليشيات والمال السياسي وعصابات الجريمة المنظمة ومافيات الفساد، كل هذه الحقيقة يعني تؤخذ بنظر الاعتبار، ولا شيء يؤخذ على محمل الجد من قانون الانتخابات أو حتى إذا كان المفوضية وعدت أو الدول أو الأمم المتحدة وعدت. هذا التعويل عليها عزيزي لا يمكن أن يكلف العراقي عناء التفكير، لأنه الأمور مسبقا واضحة أنه العمل كله مزور، العملية السياسية فاسدة من جذورها. نعم سيد لبيد، يعني هل تعتقد أن هذا القانون صيغة وفق مقاسات ومصالح الأحزاب الطائفية الكبيرة وليس فعليا رضوخا لضغط الشارع الذي خرج في تظاهرات عارمة ضد العملية السياسية وقوانينها ومخرجاتها جميعا؟ بالتأكيد، يعني هو هذا القانون تم رسمه بالحقيقة في محاولة للاتفاق على انتفاضة تشرين، لأن انتفاضة تشرين بالحقيقة هزت العراق، هزت النظام الحاكم، هزت العملية السياسية برمتها، زعماء العملية السياسية والمشاركين فيها كلهم بالحقيقة يعني أرعبتهم انتفاضة تشرين. لذلك ما قاموا به يعني من تضافر لجهودهم، يعني قدم رئيس الجمهورية مسودة القانون وقدم مجلس الوزراء مسودة ثانية للقانون، وقام مجلس النواب بطبخ بملاقحة المسودتين وطبخها على النحو الذي يتناسب مع مصلحة الأحزاب، هذه الأحزاب، وخرج بقانون بالحقيقة هذا القانون فيه ثغرات كثيرة وفيه التفاف على انتفاضة تشرين وفيه بالحقيقة محاولة لمخادعة كثير من الناس ونسبة غير قليلة من ناشطين انتفاضة تشرين نفسها بالحقيقة، لأنه هذا القانون وإن بدأ أن فيه إصلاح لقانون الانتخابات السابق لكنه بالحقيقة لن يغير من التركيبة النهائية التي ستدخل مجلس النواب. في النهاية الأحزاب الكبيرة هي التي ستستحوذ على النسبة الأعلى من مقاعد مجلس النواب، ونحن نعلم بأن هذه الكتل الكبيرة، هذه الأحزاب الكبيرة بالنهاية ستتفاهم فيما بينها وستشكل مجلس الوزراء وستتقاسم النفوذ في مجلس الوزراء ومفاصل الدولة، ويبقى صوت القوى المعارضة يبقى صوتا مخنوقا ضعيفا. الحصيلة بالنهاية هذه القوى ستقول بالنهاية ستكتسب بالحقيقة علامة، ستكتسب شرعية بين قوسين بين هلالين، شرعية أفضل من الشرعية السابقة التي كانت تزعم أنها شرعية.
لماذا؟ لانها ستقول بان هذا نحن حصلنا على 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 الاصوات وحصلنا على المقاعد بموجب قانون جاء استجابه لانتفاضه تشرين، وهي انتفاضه مثغوره او استجابه منقوصه بالحقيقه. وهذه هنا تكمن الخطوره بان البرلمان الجديد الذي سياتي وهناك ماكينه اعلاميه كما نعلم كبيره ستروج لمثل هذا الكلام ولمثل هذه الادعاءات بان هذه الطبقه السياسيه الجديده تكتسب شرعيه ناتجه عن الاستجابة لانتفاضة تشرين. نعم، إذا كنت ضيفا عبر الهاتف من مدينة مالمو السويدية، عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي، شكرا جزيلا لك. كما أشكرك الأكاديمي والباحث السياسي حمد الصراف، كنت ضيفنا عبر سكايب، أيضا شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.